مرحبا، نهار جديد، أصناف جديدة من برنامج عزوك. أتمنى اليوم تكونوا بخير وجاهزين لنحضر احنا وياكم الأصناف اللي بدنا نحضرها على سفرتنا الرمضانية. عنا أول شيء طبخة خليجية اسمها المخبوص، مكوناتها ريديس، بصل، بندورة، رز بسمتي أبيض طويل، كزبرة، ثوم، كزبرة حب، كمون حب. أكلة خليجية طيبة شعبية، نكهتها رائعة جدا، تتقدم معنا من الأصناف الأولى. الصنف الثاني عنا كعب الأرض شوكي باللحمة مع صلصة البندورة الطيبة، شوية جبنة مع ترونش أو سلايس من البندورة على الوجه مع الجبنة محمصة بقلب الفرن. وبالنسبة لصنف الحلو، صنف مشهور بتعرفوه كتير منيح، اسمه بنت الصبح. بهالصباح الحلو رح نبلش نحن وياكم بالعجينة، لأنه العجينة بدها فترة لتتحضر، فترة لتخمر، وفترة لتنخبز. المكونات اللي نحن بحاجة لهم للعجينة عنا طحين، خميرة دايبة مع الملح والسكر وشوية مي فاترة، بدنا زبدة، سمنة وبيض. أول شغلة بنعملها بنكون ناخلين الطحين بنحطه بقلب المكنة. نحن بنبلش بالعجينة أول شيء لأنه العجينة بدها فترة 30 دقيقة لترتاح، وبدها حوالي 30 دقيقة لتنخبز. حطينا الطحين، ندور المكنة على أخف شيء، منجيب البيض، منحط كمية البيض، بيضة ورا التاني. بالنسبة للمواد اللي عم نحضر فيها مع كمياتها رح تمرق أمامكم على الشاشة أكثر من مرة. حطينا الطحين، حطينا البيض، عنا مي سخنة ندوبين فيها الخميرة، ملح وسكر، نحطهم فوق الطحينات. نجيب السمنة ونبلش ندلق سمنة فترة شوي صغيرة. هيدا الصنف أصناف الحلو الخليجي، نكهته كتير طيبة ومرغوب كتير بشهر رمضان. على جنب بنحضر له سكر قطر مع العسل والزبدة السخنة، لما يطلع من الفرن قبل ما نقدمه بندلق على وجهه. القطر السخن مع الزبدة بيعطينا نكهة طيبة كتير. فينا نفتح العجينة لنفحص العجينة، ومنتركها تنعجن عمالها بتاخد راحتها. من ملمس اليد حسيت انه العجينة بحاجة للقليل من الطحين، طحين الدقيق الابيض كله بيكون منخول نخل. بعد ما نحضر العجينة بده يكون عنا بلاطة مالسة او طوحة مالسة، منقرصها تقريبا بوزن شي 30 جرام، يعني قد تكبتلة الايد الصغيرة، ومنصفهم بقلب وعاء خاص، اما صينية اما وعاء من الازاز قابل للعزل. منحط القطع حد بعضهم، واحدة اثنين ثلاثة اربعة، تيعملوا معنا مربع. نرجع منحط مربع فوق منهم، نمرغها بالزبدة السائلة او بالسمنة ومنفوتها على الفرن. مثل ما سبق وقلنا درجة حرارة الفرن بدها تكون 180 درجة. هيدا الصنف بده حوالي 25 ل 30 دقيقة بقلب الفرن. نلقي نظرة على العجينة، منحضر عجينتنا، نحط شوية سمنة بقلب الوعاء، نتأكد إذا الفرن تبعنا داير 100%. نرجع لعند العجينة، خلصت معنا العجينة. إذا كانت عم بتلزق شوي على ايدنا بننخل على اليد، بننصر الطحين نسر بهالشكل هيدا. طبعا بدنا نشتغل على طاولة رخام نظيفة او طاولة خشب كمان بدها تكون نظيفة. النظافة بالشغل مسألة مهمة جدا. تحضير الطعام في له لذة خاصة، وخاصة إذا عم نحضر حلويات برائحة مستحبة. نعمل كور بهالشكل هيدا، هيدي وحدة
هيدي كرة تانية تقريبا وزنها شي 25 ل 30 جرام. بصفهم صف، حط بعضهم بهالشكل. عم بتشوفوا الكور كيف عم تتحضر. بلشنا بصنف الحلويات اليوم لأنه نحن بحاجة لنريح العجينة فترة نص ساعة تقريبا، وخبيزها بده فترة نص ساعة. بدنا نحطها بمكان دافئ. أدفى شيء بقلب المطبخ هو بقلب الفرن من تحت. عادة إذا عم نشتغل على وجه الفرن من فوق بياخد حرارة بقلبه. في طريقة بالشكل هيدا، ملقط العجينة بإيدنا، منطلع الكور. صنف حلويات خليجي طيب جدا، انا عادة مرقوا اكتر من مرة بالافطارات ودايما بياخد استحواذ. مرغوب طيب، نكهته طيبة جدا. حضرنا صينية بنت الصبح تمهيدا لنبلش بصنفنا الثاني. صنفنا الثاني رح نبلش بطبق المخبوز. ريتسات كتير طيبين، لونهم زهري جميل جدا. خضرتنا دايما بدها تكون طازة، لازم يكون عندها ست البيت متعة صباحية بتحضير الافطار للعيلة. خلصنا من تركيب العجين، حد بعضون. اسم الطبق بنت الصبح. دايما نغير كفوفنا. نضافة مسألة أساسية جوة المطبخ. نجيب السمنة، ممكن السمنة تكون فترة شوي صغيرة تعطي نكهة أفضل. مثل ما سبق وذكرنا كل الكميات مع كل المواد اللي عم نحضر منها الطعام كل يوم عم تمرق قدامكم على الشاشة أكثر من مرة. هيدي العجينة صارت جاهزة، منحطها جوات الفرن من ميلة فوق، خليها ترتاح شوي صغيرة. عم نحمي فرننا 180 درجة، بدها فترة 25 ل 30 دقيقة. فينا نبلش بطبقنا الثاني. حص الثوم، هيدي سكينتنا، بدنا ننتبه على ايدنا. نكبسها ببطن السكينة، وحدة اثنين. السائل اللي بيطلع من حص الثوم على لوحة التقطيع له غذاء، له فايدة، له نكهة كتير طيبة، يستحسن انه نحافظ عليه. فرمنا الثوم. مرحلتين بدنا نحضر فيهم المخبوز. اول مرحلة قبل ما نحمي النار، اول مرحلة بنحط شوية زيت زيتون. اذا ملاحظين مشاهدينا انا على طول بشدد على زيت الزيتون، ولكن حيالله مادة دنية نحن فينا نستعملها. فينا نستعمل زبدة، فينا نستعمل زيت نباتي دوار الشمس او صويا او حيالله مصدر، وزيت الزيتون او السمنة. انا شخصيا بحب زيت الزيتون، له منافع كتير، قديم طيب، له فوائد صحية مفيدة جدا. حصين ثوم عم يتحمصوا على النار. هيدي اول مرحلة. تاني مرحلة نحمي تاني كاسرولة أنيقة، منجيب لها ملعقة خشب، كمان شوية زيت زيتون. فينا نمزج القليل من زيت الزيتون مع زيت نباتي عادي، ولكن ما فينا نمزج زيت نباتي مع سمنة، بتعمل معنا تفويرة وبصير في تركيبة مش طيبة. أنا بحاجة لبصل ناعم. اول ما ببلش يحمى الزيت، هالكومبينيشن هالتكوينه كلها بين المواد الدهنيه الطيبه مع البصل مع العطورات مع القريدس بيعطوني نكهه مستحبه وطيبه جدا. رح حط القريدس فوق الثوم ورح روح لبريك. بصل محمر مقمر. رجعنا معكم. بندورة ريحة كتير حلوة،
قلى معنا البصل بزيت الزيتون، قلينا البندورة، كنا قبل البريك عاملين توم مع زيت الزيتون والقريديس، فينا نشيلهم على جنب، نستثناهم فترة شي دقيقة سوية، نطبق عليها، نحرك البصل مع البندورة، بنحط الكزبرة الخضراء، بنحركهم. رح حط أنا وياكم البهارات اللي نحن بحاجة لها. نحن بحاجة لملعقة صغيرة من الكركم، مثل العادة ملح خشن، حكينا عن فوائده بكل حلقة، كزبرة يابسة، كمون حب، كل هالبهارات تعطي نكهة كتير طيبة لهالطبق اللي نحن عم نحضره. فلفل أسود، حريك، كل هالبهارات بتعشق زيت الزيتون مع البصل مع البندورة مع الكزبرة، بتعطينا نكهة طيبة. مثل ما تعودنا نحن وياكم، نارنا بدها تكون دايما متوسطة. بريق مية السخنة جاهز، نجيب بريق مية السخنة، نحرك التقلية، ريحتها كتير حلوة، البهارات كلها عشقة بعضها، عم تعطيني نكهة كتير طيبة. بغسل ملقعتي بنفس الوقت اللي عم حرك فيه الخضرة. الرز تبعي منقوع مغسل وجاهز. رح حضر انا وياكم القلية تبع الارضي شوكة، بنحط الارضي شوكة بقلب كمان وعاء خاص بفوت على قلب الفرن. بنجيب الارضي شوكة، الارضي شوكة هي زهرة، بنقلها زهرة الارضي شوكة، لها استعمالات للقلب للورق ولكعب الارضي شوكة. القلب بيتقدم مسلوق مع السلطة، كعب الارضي شوكة فيه لها استعمالين، ممكن استعملها كعب بقلب الطبخة وممكن استعملها بقلب سلطة. ايام كتير بتكون الكعب مروس وقاسي شوي صغيرة، بقصه بهالشكل هيدا لتسائب معي ملساء. طبختي على النار، صنف الحلو بقلب الفرن، عم نحضر نحن وياكم طبق باللحمة اللي هو طبق رئيسي لصفرتنا، ممكن يتقدم مع رز وممكن يتقدم لحاله. منجيب هالمقلاية نحطها على النار، نحمي. دايما بدنا ننتبه ايد الطنجرة او ايد المقلاية او الكسرولة اللي انا عم بستعملها بدها تكون بعيدة عن النار. بحمي، بستعمل شوية زيت نباتي. التقلية اللي بتاخد القلية اللي بتاخد معي فترة اطول يستحسن انه قليها بزيت نباتي. زيت الزيتون بستعمله بالتقلية القليلة، إذا عم بعمل قلية للرز أو عم بعمل قلية للمعكرونة ممكن استعمل زيت الزيتون، إذا عم بعمل قلية للحمة بدها تاخد فترة قلي طويلة على النار، الأفضل استعمل زيت نباتي تاني، زيت دوار الشمس أو زيت الصويا. بحمي البصلة، اللحمة جاهزة، هيدي صلصة البندورة، توميتو بيست، بندورة سلايست، ريحتها كتير حلوة، مرقة المخبوص تبع الرز، بحضر الجبنة على ايدي وهيدا الصنوبر. المكونات اللي انا بحاجة لهم لتاني طبق عم حضره، بحاجة لبصل ناعم مع مادة دهنية زيت او سمنة، بحاجة للحمة مفرومة ناعمة، بحاجة ل بندورة سلايس ترونشات، بحاجة لأرضي شوكة كعب، بحاجة لصلصة البندورة، صنوبر محمص وجبنة مبروشة. أنا عم قلي البصلة، المي عم تغلي، زيتي منقوعين مغسلين، بحط الرز فوق المرقة. يستحسن كل طبخة أنا عم بشتغل فيها يكون لها على النار ملقعة خاصة فيها. هذه ملقعة الرز مع القريديس، في خضار كتير طيب مع الرز، نكهة كتير حلوة، لونه أصفر من وراء الكركم. بعدله ناره شوي صغيرة، طفيناها، وهذا الطبق طبعا. أنا وعم قلي البصلة نصفها مظبوط، حط اللحمة فوق منها،
هيدي وهيدي خلصنا منهم مع هيدي. دايما جمع الاكسسوارات اللي خلصت منهم. كعب الارض توكي مع صلصة البندورة طبخة طيبة شهية. عندي رز مع القريديس وعندي كعب الأرض شوكة باللحمة، بندورة، جبنة مخبوزة بقلب الفرن، جراتيني بلون أشقر، بتدوب هالجبنة بتعطيني نكهة كتير طيبة. التوابل اللي أنا بحاجة لألون مثل العادة، نحن بحاجة لفلفل أسود. دائما لما بيكون في عندي لحمة على النار أنا بحاجة لقرفة ناعمة. القرفة هي من المعطرات أو من التوابل اللي ما بتخلي الزفرة تظهر. عادة بيقولوا في تعابير موجودة أحلى ما تزنخ. هو بشكل عام ما لازم يزنخ معنا شيء. هيدي التوابل، القرفة الناعمة، ورق الغار، الكرات، الكرافس، لما بضيفه لحيالله صنف من أصناف الطعام اللي أنا عم حضرون بيعطيني نكهة طيبة وما بيسمح لأي مادة زفر إنها تظهر. دايما اللحمة لازم تكون مستوية مظبوطة. اللحمة المفرومة تاخد حرارة أكتر، تاخد وقت أكتر من اللحمة قطعة واحدة. إذا شي مرة عم ناكل شقفة فيليه أو أنتروكوت أو كاستاليتا مشوية ممكن يضل قلبها زهري اللون شوي، ممكن ناكلها، بس اللحمة المفرومة بشكل عام لازم يكون استواءها جيد جدا. تقلت عنا الرز على النار، ريحته بتشهي. كنا مقلين له الثوم مع القريديس، منحط الثوم مع القريديس فوق الرز. خلي البخار اللي عم يطلع من استواء الرز يكمل لي استواء القريديس. بعدل له ناره شوي صغيرة تخففها وبتركه بده فترة 10 دقايق تقريبا. قلينا اللحمة، استوت معنا ملح، توابل، نكهة طيبة، ريحة مستحبة رائعة جدا. عندي كعب الأرديشوكة، تعمل نفس معطي الخشب وبلش احشي اللحمة جوا، بعبيها كلها سوا بقلب الارض شوكة. هيدا الطبق سهل التحضير، ممكن يتحضر من الصبح، بينترك بقلب البراد. قبل التقديم بينشال الصنف، بنحط فترة شي ربع ساعة أو تلت ساعة برات البراد ليأخذ حرارة الغرفة اللي نحن موجودين فيها. بنحمي فرننا مثل العادة، درجة الحرارة متوسطة يعني 180 درجة. دايما الطهو الخبيز أو غيره بده درجة حرارة 180 تقريبا، فترة تلت ساعة ربع ساعة تلت ساعة مكفيين. بعد عندي حشوة لحمة، برجع بردها على النار، بجيب صلصة الطماطم أو صلصة البندورة. الطماطم عبارة مصرية حلوة جدا بتجذب. طلع شوي من مية السخنة، بكون عم حضر الصلصة الخاصة للأرض شوكة. بعد شوية لحمة مفرومة، صلصة طماطم، مي، بتركها تغلي كلها سوا. مثل ما سبق وقلنا لكم ممكن نستعمل مي، ممكن نستعمل مرقة عجل أو مرقة دجاج. المرقة هي الخلاص أو الخواص اللي بيطلع من عظام الدجاج أو من عظام اللحمة أو من اللحمة بحد ذاتها أو الدجاج من حد ذاته. نكهته كتير طيبة، مفيد جدا بالطبخ. حطينا اللحمة، محضرين ترونشات البندورة. هيدا ما بنستعمله، مش عجبني. حط واحد اثنين تقريبا. فوق كل قرص بنحط ترونش بندورة بهالشكل. منجيب الجبنة المبروشة بنحط شوي فوق كل حبة بندورة. طبق شهي طيب، ألوانه حلوة. تركت حبة بلا بندورة، فيني حط عليها جبنة لحالة. برجع بحط جبنة بالوسط، بترك الصلصة تغلي شوي صغيرة لتاخد النكهة. بحضر لوش فون، الصلصة عم تغلي ريحتها حلوة، صلصة البندورة مع شوية مي ولحمة مفرومة. منحط الصوص بقلب الوعاء ومنروح نحن وياكم لبريك إعلاني.
رجعنا معكم. المخبوص على النار، كعب الأرض شوكي مع اللحمة بالفرن. الصبح استرسلنا معكم، سمينا طبقنا بنت الصبح وفعليا اسمه بنت الصحن، ولكن استرسلنا بهالطبيعة الحلوة وبهالمناخ الحلو اللي نحن فيه. طبقنا صار جاهز لأنه ينسكب. فلفلنا الرز، عملنا له قلية بصل، كزبرة، ثوم، بندورة، ريدس، كركم، حطينا الكمون الحب، حرقنا ايدنا، منشيل حبات الريدس منحطهم على طرف الصحن تنقدر نشيل الرز. ممكن نسكب الرز تبعنا بقلب سيركل او بقلب وعاء خاص ونعمله رانفيرسي. ممكن يكون عنا حيالة صينية او جات، منعب الرز بقلبها منقلبها على قلب الصحن ومنحط الريدس على الداير. ولكن انا رح اسكبه اليوم بطريقة كتير كلاسيكية. بحط الريديس، الهواء العليل حد منا رائع جدا، المناخ كتير حلو، ان شاء الله كل ايام هالشهر الكريم بيكون فيها المناخ ملائم. رز البسمتي، رز كتير طيب، حبة رفيعة طويلة، نكهته مع الخضار وريحته بتشهي. فعلا الروايح اللي عم تطلع معنا بمطبخ برنامج عزوقك روايح رائعة جدا. إن شاء الله تكون صفرتكم كمان عم تتزين بهالروايح بهالأطباق الشهية، وإن شاء الله تكون هالأطباق اللي عم نعملها عم بتحبوها وعم بتكون سهلة التحضير. ما في شيء بيمنع ضمن الأطباق العادي الكلاسيكية اللي بتتحضر ببيوتكم تقدروا تزينوها كل يوم بصنف أو صنفين من الأطباق اللي نحنا عم نعملون. سكبنا الرز، حطينا الأريديس للزينة، الأرض شوكي بالفرن، صنف الحلو بنت الصحن كمان موجودة معنا بالفرن. هيدي الأرض شوكي شلناها، وهيدي بنت الصحن كمان شلناها. منبلش بالأرض شوكي. قبل ما نسكبها رح نحط على النار زبدة تندوبها، ورح نحضر نحن وياكم قطر مع عسل دافي. هيدول المواد الدهنية، هون عنا السكر مع القطر، هن التوب أو الوجه اللي بده ينحط على صنف الحلو الخليجي الطيب الشهي تبعنا اليوم بنت الصحن. نرجع نستعمل الملقط، حضرنا وعاء طويل كنا كسرناه الشكل هيدا، منحط وحدة مع بندورة وحدة بلا بندورة، شكلها بشهي وريحتها حلوة كتير. كعب الأرض شوكي مع اللحمة، نسيم الهواء الحلو عم بيرفرف عنا بمطبخ عزوقك. الهواء كتير قوي لطيف جدا. فينا نستعمل الصلصة بهالشكل هيدا او على طرف الصحن. الوان حلوة زهية. لما الواحد بده ياكل كتير مهم العين تبعه كمان تشبع. العين الحلوة لما منشوف أطباق بألوان جميلة متناسقة كلها سوا بنكهة وبريحة حلوة، هذا الشيء بيفتح لنا قبليتنا على الأكل. إذا عم نعمل سكر مع شوية عسل ممكن نحط لهم نقطة مي صغيرة. أيام كتير الوصفة نحن وعم نحضرها بيطرق عليها تعديلات. إذا أنا حطيت السكر على النار وغفلت عنه دقيقة بياخد درجة حرارة أعلى ممكن يسمك. الطاهي او ست البيت اللي عم تحضر الاكل هي مسؤولة عن هالموضوع هيدا. ممكن بلمحة صغيرة تجيب نقطة مي وتحطها. الزبدة دابت كمان بنطفي تحت منها، ما لازم نخليها كتير تتحمص. ان شاء الله هالاصناف اليوم اللي حضرناها نحن وياكم تعجبكم وتنال شهيتكم. حطينا شوية سعبنة بكعب الوعاء،
حركه بيطلع معنا قالب واحد، شوية سمنة حطيناها بكعب الصينية، كل الكميات مع كل المواد رح تمرق أمامكم. نحن أيام بالوصفة بنكون حاطين كمية سمنة لنعتبر 200 جرام، هول ال 200 جرام ما بيكونوا كلهم للوصفة من جوا. مثلا أنا بهيدي الوصفة اضطريت استعمل حوالي 150 جرام من السمنة مع العجينة، واللي بقيوا حطيتهم بكعب الصينية. مش دايما الكميات اللي بتمرق أمامكم على الشاشة هي بس لقلب الطبخة، في أيام تحضيرات خارجية مثلا بيمرق معنا صفار بيض بقلب الحشوة، ما منحط بيض، منكون عايزين صفار البيض لنمرغه على وجه العجينة. دوبنا الزبدة حمصناها شوي صغيرة، ندلقها دلق بهالشكل هيدا، ما فيكم تتخيلوا قديش الريحة حلوة. ان شاء الله انتم عم تسبوها كمان تكون عندكم ريحة حلوة وتنال اعجابكم وتحبوها على صفرتكم. لليوم بنكون حضرنا نحن وياكم المخبوص رز البسمتي مع البندورة والكزبرة والثوم والكركم والكمون الحب مع القريدس كصنف اول. كصنف ثاني حضرنا نحن وياكم كعب الأرتيشوكة مع اللحم المفرومة، البندورة والجبنة، جراتينيه مخبوزة بقلب الفرن بنكهة وريحة حلوة كتير، وبنت الصحن اللي سميناها بنت الصبح هي بنت الصحن، عجينة مميزة بطعمتها وبريحتها، خبزناها بالفرن، دلقنا على وجهها الزبدة الشقرة مع العسل المسخن. إن شاء الله هالأطباق هيدي تحبوها، تنبسطوا فيها أنتوا عم تاكلوها، ريحتها كتير حلوة وألوانها كتير زهية. إلى اللقاء، نتلاقى نحن وياكم بإذن الله بكرة بحلقة جديدة من برنامج عزوقك.